يعرض عليها الإنسان بعد موته، هتبقى المحاكمة دي هيبقى يرأسها أوزوريس. أوزوريس ده مين؟ إله الموتى من وجهة نظر المصري القديم. الميزان بتاع العدالة طبعا في محاكمة، فهم بيقولوا إن الميزان بتاع العدالة ده قلب الميت هيتحط في كفة، والكفة التانية هيتحط فيها ريشة. الريشة دي بتمثل الإله إيه؟ معت، إله الحق والعدل. فلو قلب المتوفي أخف من الريشة، كان خفيف عن الريشة، يبقى كده الإنسان ده صالح وهيعيش حياة أبدية، هيبقى عايش في نعيم. ولو قلب المتوفي أثقل من الريشة، كده الإنسان ده سيء وما كانش بيعمل حاجات كويسة، وهيعيش في قبره يتعذب، يعيش حياته الأبدية اللي هما بيقولوا عليها يتعذب. يبقى دي محاكمة الموتى. بعد كده معانا إيه؟ السمو في التوحيد. يعني إيه السمو في التوحيد؟ ظهرت فكرة التوحيد لما الملك ابن محطب الرابع حكم مصر. ابن محطب الرابع لما حكم مصر دعا إلى عبادة إله واحد وهو آتون، ورمز له بإيه؟ بقرص الشمس. النتائج المترتبة على دعوة ابن محطب الرابع للتوحيد، يعني احنا بنقول لله ابن محطب الرابع، احنا كنا الأول بنقول إن المصري القديم عنده تعدد في الآلهة. فلما جه ابن محطب حكم مصر، ابن محطب قال لا، احنا ما نعبدش آلهة كتير كده، لا احنا نعبد إله واحد وهو آتون، ورمز بيه ليه برمز الشمس. طب النتائج اللي ترتبت على دعوة ابن محطب الرابع للتوحيد أو لأن هم يعبدوا إله واحد إيه؟ أطلق على نفسه اسم إخناتون. بيبقى ابن محطب أطلق على نفسه اسم إخناتون، يعني المخلص لآتون، يعني المخلص للإله اللي هو قال إحنا نعبده. كمان عمل مدينة اسمها أخيتاتون، اللي هي التل اللي عمرنا حاليا. وأهمية مدينة أخيتاتون، عملها عاصمة للبلاد ومركز لعبادة الإله آتون. طيب شعب مصر متدين متمسك بالقيم منذ أقدم العصور، كالرحمة والصدق والاحترام والتسامح، وبيطبقها في حياته علشان يعم الحب والسلام في كل الشعوب. تمام يا ولاد، نبدأ نسأل ولا في حتة في الدرس محتاجة تتشرح أو حد مش فاهم حاجة؟ مش هنفضل اتفضل. سؤالين من كهوت. تمام يا تيتشر، بتقولي ايه يا سامعة؟ مش حضرتك تسأليني من كهوت ولا تسأليني عندي؟ كهوت؟ لا ما عملتش كهوت النهارده. هنعملها النهارده مراجعة، أسئلة عادية، وممكن مثلا نعملها ايه؟ يعني مثلا كهوت احنا بنعتمد على السرعة صح؟ نخليها برضو بتعتمد على السرعة، يعني ممكن احط تايمر كده لان ما جهزتش كهوت النهاردة، نحط لا تايمر كده ونشوف. طيب، ما لسه نعم صحيت شوية، لسه اللي يا صحيت يارا لسه صحيت شويين، ما تحطيش تايمر. طيب. طب هحط تقييم بقى، هحط اشوف مين هيجاوب ومين مش هيجاوب. تمام ماشي تمام. يارا قولي لي بسرعة، ليه تعددت الآلهة عند المصر القديم؟ لأن كان في 42 إقليم، وكل إقليم كان ليه كل إقليم كان له إله بيعبد، صح، برافو. طيب بعد شوية البلد يا سما أيمن، مصر بعد شوية بعد ما كانت 42 إقليم حصل تطور واتقسمنا لإيه؟ ها اتقسمنا الاتنين تمام. وأربعين بعد ال 42 اقليم، يبقى كنا في البدايه مصر كانت 42 اقليم وكل اقليم ليه اله بيعبده، فعشان كده كان في تعدد للاله. بعد شويه ما عادش في 42 اقليم، مصر انقسمت ليه وايه؟ لذا، لا مش ها؟ عارف سؤال. لمملكتين. مملكة الشرق ومملكة الغرب. لا، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. كنا 42 اقليم، وبعد شوية مصر اتقسمت وبقت مملكتين، مملكة شمال ومملكة جنوب. سما فارس، اسامة فارس. مملكة الشمال بيرمز بيها برمز ايه؟ فين كاميراتكم يا ولاد؟ مثلا نخلط التليفون اللي فتحته والله يا مصر الكاميرا احنا النت عن فرحانة تبيوس وانا فاتح الكاميرا والله.
شاطر يا عبد الله، برافو عليك، ممتاز. يوم السنة يلا والله يا سما عندي يا فارس مش قولي. عارفة النت عندي بيفصل. طيب معلش، طب سما ايمن ممكن تفتح يارا كده يعني سجا. تمام. مملكة الشعلان وسعبان الكبر. بالكوبرا. طيب سجا، مملكة الجنوب بنرمز لها بإيه؟ مملكة الجنوب بنرمز لها بالرمز إيه؟ مملكة كده يعني إلها إيه؟ لا احنا قلنا قلتيلي يعني مملكة الشمال كانت بتعبد ثعبان الكبرى، صح؟ اتخذت معبود ليها ثعبان الكبرى. أما مملكة الجنوب، أنت النسر. أنا بقولك برافو يعني عليك، الإله بتاعها، فأنت بتقولي لا الرمز بتاعها. الإله بتاعها، الإله بتاعها اللي بتعبده ايه؟ برافو عليك. طيب عبد الله، النتائج اللي أيوة ترتبت مصر. على ان المصريين بيعتقدوا في البعث والخلود، ما النتائج اللي ترتبت على ان المصري القديم كان بيعتقد في البعث والخلود؟ نتائج بناء المقابر وحفظ جثث الموتى عن طريق التحنيط. برافو برافو، عن طريق التحنيط. برافو، شاطر يا عبد الله، ممتاز. مروان، مروان قولي يا مروان، ازاي المصري القديم كان بيتحاسب بعد الموت؟ ازاي مصر القديم كان بيتحاسب على المعلمة؟ بعد افتح لي كاميرتك يا مروان. انا واحدة كده بفكر. ها فين كاميرتك يا جميل؟ ممكن أقولها مع تيشر؟ مروان انت أعتقد عارف؟ إن في محكمة فيها 42 ها قائد، قصدي قائد، اتلخبطت. ايوه، بعدين هيا مروان، وعلى رأسين إله الموتى أوزيريس. مروان ليه مش فاتح الكاميرا حبيبي؟ صوتك بعيد قوي يا مروان. اسمك رونا ده؟ صباح الخير يا يارا، معاك نايمانة يا خالص فاتي يا شعر. يارا. يارا قومي من على نعم. الكنبة اللي انت قاعدة عليها دي يا يارا، عاصي خلاص. صحصحي يا يارا، انت نايمانة خالص، صحصحي، اقعدي كويس كده. غسلت وشك اصلا؟ ايوه اقعدي كويس كده عشان انت نايمة اصلا. هو عادي تشرب سما أول استمو إلى التوحيد. قولي 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 يا سما. دعا الملك المنتوح بالرب عبادة آلهة واحدة وهو أتون ورمز له. لا لا يا سما، سما لا مش بتكلم على كده، انا بقول لك ازاي المصري القديم هو قال ان هما بيموتوا وبيصحوا بعد الموت يعيشوا حياة أبدية ولكن بيتعرضوا للمحكمة، أعتقد فانا المصريون بقول لك ازاي القدماء بيتحكموا. هم بعد الموت سوف يحاسبون على أعمالهم التي قاموا بها أمام محكمة مكونة من 42 قاضيا يمثلون الأقاليم المصرية، وعلى رأسهم إله الموتى أوزيوس. أوزوريس. أوزوريس تمام. طيب أوزوريس ها إله الموتى. إله الموتى يا مس. إله الموتى أوزوريس. أيوه طيب، إزاي بقى المحاكمة بتتم؟ الميزان بتاع العدالة ده شكله إيه؟ المحاكمة بتتم مكونة من 42 قضية. لا الميزان بتاعها شكله إيه بقى؟ ميزان العدالة، مين عارف يا ولاد؟ تيتشر أنا عارفة يعني ممكن أكمل. قولي يا روحي. مصر عارف، مصر عارف. هما ماشي يا عبد الله. بيحطوا ريشة، ولو الريشة دي سقطت بيكون هو عمله
مش حلوة، ولو رشدي في الدمية بيكون هو عمله حلو صح؟ مش بالظبط، احنا قلنا الريشة بيحطوا ريشة في كفة وقلب المتوفي في كفة تانية. لو الريشة جت أتقل من قلب المتوفي يبقى هو كده عمله مش حلو وبيتعذب، ولو الريشة أخف من قلب المتوفي أو القلب هو اللي أخف من الريشة كده يبقى هو عمله كويس ويعيش حياة أبدية. تمام. طيب السؤال اللي بعده، مريم، احنا قلنا الأول المصريين القدماء كانوا بيعبدوا كم إله؟ 42 مين اللي ادعى ان احنا المصريين القدماء يعبدوا إله واحد؟ مين اللي خلى المصريين يعبدوا أكل واحد؟ إله واحد. كمرتك يا مريم، بسرعة بسرعة. مش لما لو ما عرفتش الكوكب الرابع، ماشي الكوكب هفضل. الرابع بقى حاكم مصر، بقى الملك، أطلق على نفسه اسم يبقى ابن مخطب أخناتون. الرابع هو اللي ايه، هو اللي دعا المصريين ان هم يعبدوا اله واحد. مين اللي دعا المصريين او خلى المصريين يعبدوا اله واحد؟ ابن مخطب الرابع. طيب الاله ده كان مين؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه يا مريم؟ آتون أو رمز وبنرمز له لايه؟ بقرص الشمس. الحمد لله بقرص شاطرة يا مريم. الشمس ماشي يا حبيبي. مين تاني معانا؟ ما تسألش، كله اتسأل صح؟ طيب النتائج اللي ترتبت على بقى دعوة ابن مخطب الرابع للتوحيد ان هما نعبد إله واحد، ايه النتائج اللي ترتبت على كده؟ مين؟ أنا عبد الله عايز أجاوب، أنا عبد الله تمام. عايز أجاوب، قول يا عم، بس أنا سامع قول في يا نفسي عم. إن أجاوب، بس النتائج طب يا عبد المترتبة الله على هتجاوب وبعدين هنسأل، لسه وقت معانا، احنا هنراجع على الوقت ده كلها النهارده. ها النتائج المترتبة على دعوة المحطب الرابع للتحويض، للتحويض دي التوحيد. للتوحيد ايوه يا عبد الله، إنه أطلق على نفسه اسم ها ايوه أخناتون، أي المخلص لآتون، وشاهد مدينة أخناتون دي تاتون المهرمانية تل حاليا، العمالنا حاليا. وأهمية مدينة أخناتون إنها اتخذت عاصمة البلاد، مركز لعبات لها. شاطر، برافو عليك يا عبد الله. شكرا. نسمع مفرد الإله أتون مش الآلهة. ايه يا حبيبي تقولي ايه يا سما؟ هاي بقى يا سما، الإله أتون ولا الآلهة أتون؟ بوضحي كلامك شوية، بتقولي ايه؟ ولكن يعني أصلا أنا سمعتها الآلهة، فهو إله أو يلا إله إله واحد، الإله. طيب ما أصلية آخرها مربوطة أمس بدون النقط. ما هي إله يا حبيبي، لأن احنا كنا بنتكلم على الفترة إن المصري القديم بقى بيعبد إله واحد. نبدأ سما، مروان الأول، يلا يا ميرو. مروان بصي في الشاشة وجاوب معايا، اعتقد المصريون القدماء أن معت هي إله؟ أعتقد أن المصريون القدماء، ها آه. لحظة، أوكي، أعتقد أن المصريون القدماء في البحث والخلود، لذلك قاموا ببدء. ممكن تفهميني السؤال؟ حبيبي احنا هنا، بص بص، هفهمك حاضر، بس انت شايف معايا؟ لحظة واحدة، يلا يا مروان.
انت شايف السؤال معايا؟ طيب أوكي، أعتقد المسلمون القدماء في الحياة بص يا حبيبي، اعتقد المصريون القدماء ان معت هي اله ايه؟ معت هي إله ها بس على ما كتب على الأسئلة ايه؟ على صح الكتاب على الأسئلة تحل معانا ماشي يا عبد الله، بس على الاسئله بس. ماشي يلا مروان، مش عارف اللي هي معت تمام لما جينا نتكلم يا مروان عن الريشة، الريشة في المحاكمة بتاع المتوفي، فقلنا الريشة دي بتمثل الإله إيه؟ معت، اللي هو إله إيه؟ بعد الإله ده بقى إله إيه؟ معت ده كان إله إيه عندهم؟ برافو الحق عليك، والعدل الحق والعدل، برافو عليك. قولي يلا يا مريم. شوفي ممكن يا أقول حبيبتي أنا دلوقتي مع مريم؟ مروان. ماشي أنت يا كل بكرة مع مروان سما هنقول يا الداون سما، كلنا الداون هنقول يا اولاد، معلش هنقول كلنا. تمام مش مشكلة مش مشكلة يلا حبايبي كلنا هنقول مريم وبعدين يارا وبعدين سما. يلا الدعوة إلى توحيد الإله الآلهة عند المصريين القدماء كانت في عهد الملك كانت في عهد الملك أخياتون لا 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 أسوريز الدعوة مين اللي دعا المصريين ان هم يعبدوا إله واحد؟ كانت في عهد الملك مين؟ يلا يا يارا لو عارفة. الكتاب الرابع ابن آتون محطب الرابع. لا ابن محطب الرابع. أبسط طريق كده اتصابت هي يلا يا سما، سمي السماء أيمن ولا سماء فارس سما أيمن وبعدين سما فارس. يلا رقم 3 صح؟ يا حبيبي، دعا الملك أمنتحب الرابع إلى عبادة الإله أتون اتوم، برافو. يلا يا سما، حاضر شاهد الملك أمنتحب الرابع مدينة أخيت أتون ومنحطوا يا اولاد. عمل مدينة ايه؟ أخيت أتون اخي تاتون، برافو. يلا يا سجا، كونت محكمة الموت 42 قاضيا على رأسهم الإله أوزوريس إله الموت برافو عليكي، ممتازة. اوزوريس خمسة. مين تاني ما تسألش من البنات؟ مريم؟ ده مريم قالت، قلت يا مريم؟ اي تيتشر يلا عبد الله تاني. يلا ايوه بس اعتقد المسلمون القدماء في البعث والخلود لذلك قاموا ببناء المقابر هو محمد مش موجود يا مس لا، محمد مش موجود، مش عارفة ليه النهارده. طب هو تمام، معقول شاطر. مش موجود مش عارفة في ايه، ممكن يكون نايم. مروان يلا، العودة للحياة بعد الموت تسمى ايه يا مروان؟ ها مروان، يا مروان، الحياة بعد الموت تسمى البعث شاطر، برافو عليك، البعث. ايه رأيكم يا اولاد المرة الجاية ناخد كهوت على الوحدة كلها بقى، مش هيبقى درس واحد، هناخد كهوت على الوحدة كلها. مس ايوه نعم. ماشي وبلاش النهارده يا مس بلاش النهارده النهاردة ما عملتش كهوت،
المرة الجاية بالنسبة نخلي كهوت لنا وتبقى على الوحدة كلها. ما نعم ينفعش حبيبتي، تعمل كده، انت بتعمليها يعني في كذا 10 دقايق مثلا، اه ما لازم اقعد ارتب الاسئله واظبطها لكم، فخليها بس المره الجايه هكون محضره. انتوا بتحبوا كهوت اكتر؟ ايوه خلاص المره الجايه اظبط لكم مسابقات على كهوت ونعمل جيم حلو على كهوت المره الجايه تمام. ان شاء الله انا باذن الله. بجد، لا يا بجد، عايز ايه يا رب؟ ايه يا مرة؟ ايه يا عبد الله؟ ايه بجد يا مس، اه يا حبيبي ان شاء الله هعمل لكم المره الجايه. آه بس الوحدة كلها يعني انتوا عارفين بقى في سرعة تكونوا مخلصين الوحدة كلها وتبقوا مذاكرين كويس، علشان الإجابة بتبقى في 20 ثانية بس، فلازم تذاكروا كويس. ماشي، عندي تمام؟ مشكلة بس ايه يا يارا؟ انه انا المرة اللي فاتت عرفت العب علشان انا تليفون اختي شبكت لنفس شبكت لها مني، ودلوقتي انا اه غيرت اسمها وبقى مش بيقول تعتذر الاتصال بالشبكة، فانا مش عارفة امسك تليفون مين، اختي تبقى في حصص وبابا في الشغل، طب انت ممكن يا تظبطيه لسه اسمع على المره بس الجايه يوم انا الثلاث، ممكن تظبطيه يا رب. يا مستر انا اقول لها فكرة، لو انت عندك لابتوب او كمبيوتر ادخلي بيه الحصة وسجلي من تليفونك، سهلة وبسيطة، انا ويدخلي بعمل الجيم معانا كده، من التليفون. احاول اشبك، احاول اجرب اشبك تاني اه لسه فيه. قدامنا اليوم الثلاث تكونوا ذاكرتوا كويس الوحده كلها 20 ثانيه الاجابه، هنشوف مين اللي هيطلع الاول بقى. نعم بس نعم يا مفيش ست. يعني ملخص للوحدة، الوحدة خدي ملخص كل درس، هنا خدي في بعد، بص ملخص بعد كل كل درس، درس في ملخص في الكتاب أنا اللي كنت هو عايزة جايب لك ملخص الوحدة من الدرس كله كمبيوتر، في نقط كده بسيطة، وانا هحاول اشوف ملخص وابعته لكم يا اولاد على جروب الواجب. تمام، بس فاضل طب يلا عشان قليلة، الوقت ما خد عدش الخط مننا. بتقولي ايه يا يارا؟ يلا مين اللي عليه الدور يحل؟ بقول فاضل 8 دقايق حد يلا جاوب، لا مروان مش هتضايق ولا حاجة. مروان اللي عليه الدور كده، اتنى مروان، لا مروان مروان جاوب. اه قال البعث. مروان اخر واحد بيجاوب، يلا البنات، يلا يبقى مريوم. مريم، مريم مريوم، يا مش مريم جاوبت، لا مروان اللي جاوب وقال البعث. يلا مريوم. حفظ جسم جسد جسد الإنسان بعد الموت الإنسان يسمى إيه؟ التحنيط، برافو عليكي، ممتازة. التحنيط، برافو عليكي. عارفة شعب مصر تدين وقيم الحمادية، التدين والقيم الحميدة والسلام منذ القدم، صح صح ولا غلط يا يارا؟ برافو عليكي يا يارا، ممتازة. يلا يا سما أيمن. يا سما بسرعة، أيوة يلا بسرعة، معلش كنت يلا قافلة المايك. حبيبتي. كان يتم وزن القلب في مقارب الريشة بمحكمه الموضة برأسه الآلهة أتون، خطأ ها طب الصح ايه؟ برأس الآلهة أوزوريس تقريبا، اوزوريس، برافو. ايوه اوزوريس اله الموتى، برافو. يلا يا سما، سما فارس. اتخذ المصريون القدماء معبوداتهم من الطبيعة، صح برافو، يلا يا سجا. انتشر بيت، انتشر بيت الإله أتون في عصر الملك نوح من بعد الثالث، ها صح ولا غلط؟ خطأ. الصح ايه يا جميلة؟ نوح ها هاتف ها، الروح، برافو، ممتازة يا تاجة، برافو، ممتازة، برافو، ممتازة. يلا يا عبد الله تاني بسرعة. ماشي يا مس، أمل المصري القديم بأنه سيحاسب على أفعاله بعد الموت، صح برافو. ها يلا ميرو، مروان. كان لكل إقاليم مصر معبود واحد، غلط كان عندنا كم معبود؟ ها الصح ايه يا 42، مروان؟ 42 اقليم بياخدوا 42 معبود، برافو يا مروان. يلا يا
مريم. كان لكم، كان لكل إقليم لا اللي تحت اللي مصر بعدها مريم، معبود رقم سبعة يا واحد، حبيبي. مريوم. معبود المعبود المعبود الذي الذي تولى، تولى رئاسة المعبود الذي تولى رئاسة محكمة الموتى في مصر هي الإله معت. صح. غلط. اللي دورميتيرس. تولى، نعم إيزوريس اللي تولى رئاسة محكمة الموتى، إيزوريس إله الموتى. طيب معت ده كان إيه؟ مين يقول لي معت ده كان إله إيه؟ أنا سامع فارس. قولي يا سامحة. الحق والعدل. إله الحق والعدل اللي كنا بنرمز له بإيه؟ بالريشة اللي بتتحط بريشة مع الكف في الميزان. أه مع طيب القلب. مين بعد يرى؟ يرى اللي تقول ولا مين بعد مريم؟ ها أيوة انا اللي بعد بقول مريم. يلا. ثانية أنت لسه داخلة يا سامحة. ايوه أعتقد الوسيط القدماء في الحياة الأبدية. أعتقد القدماء في الحياة الأبدية بعد الموت، صح؟ ايوه طبعا صح. هم قالوا ان احنا بعد ما يموتوا ان هم هيعيشوا حياة أبدية، ولذلك بنوا الأول المقابر. يلا اللي بعده سماه. حيث مسلمون القدماء يأس موتاهم عن طريق التحنيط، صح؟ برافو ممتازة. يلا اللي بعده سماه. اتخذ الملك منتخب الرابع القمر رمزا للإله آتون. غلط. طب اتخذ ايه؟ ايه اللي كان الشمس. رمز للإله اتون؟ الشمس. برافو ممتازة ممتازة، برافو خالص يعني. يلا يا سجا. شيدت الملك أم حاتب الربع مدينة أخيتاتون عاصمة لها. ها أنا جاوبت قلت صح. صح ايوه ممتازة، بارك الله فيكم يا اولاد، كلكم ممتازين شاطرين النهارده. 12 عبد الله يلا. إحنا الخصائص الدينية للمصريين القدماء لاعتقاد الحساب بعد الموت، صح. ايوه كانوا بيعتقدوا في الحساب بعد الموت. ممتاز يا عبد الله. يلا يا مروان. اوكي تكونت محكمة الموتى الموتى من 43 قاضيا. من 42، 42 صح قاضيا. معلش. يمثلون أقاليم مصر، صح. برافو يا مروان صح. ناخد الإجابة الصحيحة يلا. ابدأي مريم. المدينة مريم المدينة التي اتخذها الملك أم الخطب الرابع لعبادة الآلهة آتون مصر، هي نعم مصر أخياتون. أخي تاتون. نعم يا عبد لسه في الله صح وغلط، ماشي. لسه في صح وغلط. اتنين يعني، انا عايزه نخلص اختر كده يا عبد الله، خلينا صح وغلط كتير. يلا اخي تاتون. شاطره يا مريم. يلا يا يارا. يارا بعشي يسكت قبل البايك يلا حبيبتي. تشير تبث إله الحق والعدل عند مصير القدماء المعبودة بعد. معت. برافو. يلا يا سما. سما أيمن. أيوة.